من يمر في شوارع الجنوب يلاحظ أن المنطقة تتحضر لحدث ما. إنها زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لأول مرة إلى المنطقة بعد توليه السدة البطريركية، فأبناء الجنوب منشغلون بتعليق الأعلام اللبنانية واليافطات والصور المرحبة بالبطريرك الراعي، حاملين في نفوسهم الأمل بأن تكون هذه الزيارة خير على المنطقة ولا سيما أهل مرجعيون وأهل البلاط. نتأمل منه وجوده الكون فاميلي وتحرير هالأرض من العدو الإسرائيلي. بطريرك؟ نعم. شو خير على لبنان يعني؟ زيادة. ويكون في شراكة ومحبة، بمعنى شراكة ومحبة. المسيحيين كغير من المواطنين في هذه المنطقة بيطلبوا شغلي وحدي، أن يشملهم البطرك برعايته بمحبته. ومن أبناء منطقة القليعة ورئيس بلديتها تمن خاص على الراعي. موضوع إخوتنا وأهلنا المبعدين إسرائيل يلي صار حلو انه يطلع قانون عفو عام. الموضوع اصلا موضوع وطني لازم الكل يهتموا فيه، لانه هذا الموضوع كتير كتير حساس. الاهالي معلقين امال كتير كبيرة على انه غبطة البطرك يعرف معاناتهم، يعرف من شو عم بيعانوا، شو هي اوجاعهم، شو هي الاشياء اللي عم بيتخبطوا فيها. قصص الخدمة الخدماتية طبعا البطرك هو على طول عمال بيجرب يساعد، ان اجى لعنا وما اجى لعنا عم يجرب يساعدنا بهذه المواضيع لحتى تضل هالعالم قاعدة بارضها وتحافظ على أرضه. يشار إلى أن الراعي سيبدأ زيارته يوم السبت المقبل من صور، حيث يلتقي القادة الدينيين مسلمين ومسيحيين، ثم يتابع جولته إلى القرى المجاورة، ويوم الأحد سيزور رعاية أبرشية صور مرورا بمناطق الشريط الحدودي ومزار سيدة المنطرة في مغدوشي.